وإن مما يحز في النفس ويكدرها أن نرى بعض حكام المسلمين وهم يشاركون أعداء الله في ما حصل في تلك البلاد، وكأنهم يظهرون التأسف والحزن على هؤلاء القتلى المظلومين. وقد سمعت في بعض وسائل الإعلام من يصفهم بأنهم شهداء الصحافة والرأي والكلمة. يا سبحان الله، شهداء في سبيل الشيطان، نعم، يشهد عليهم الشيطان أنهم ازدادوا كفرا وفسادا وشرا بفعلهم. وكل هذه الدعاوى من حرية الرأي والكلمة والصحافة إنما هي كذب وافتراء. فلو أن مسلما تعرض لبعض مقدساتهم بنقد لقامت الدنيا ولم تقعد. ولستم بعيدين مما يسمى بمعاداة السامية، ولعل بعضكم لا يعرف هذا، وهم اليهود الأشرار. من أظهر عداءهم أو الكلام فيهم نالته أقصى العقوبات، لكنهم قوم بهت، ليس عندهم مبدأ. كل ما يدعونه من الحريات ومن حرية الكلمة ونحو ذلك إنما هو خاص بهم فقط، أما غيرهم فلا.